مرحبا بكم في نبأ جديد. تلقى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي اليوم الجمعة الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لعدوى فيروس كورونا كوفيد-19 المستجد، والذي بدأت المملكة العربية السعودية توزيعه. وأفادت وكالة واس السعودية الرسمية بأن الأمير محمد بن سلمان تلقى الجرعة الأولى، وذلك ضمن الخطة الوطنية للتلقيح التي تنفذها وزارة الصحة السعودية، ونشرت مقطع فيديو يوثق لحظات تطعيم ولي العهد. وفي هذا السياق قال وزير الصحة السعودي توفيق بن فوزان: أتقدم بالشكر العرفان لسمو ولي العهد على حرصه ومتابعته المستمرة لتوفير اللقاحات للمواطنين والمقيمين في السعودية، وتوجيهاته الدائمة بتقديم أفضل الخدمات الممكنة لهم. وأضاف: ما نراه اليوم من مكتسبات تحققت للمملكة منذ بداية الجائحة هو امتداد لأحد أهم سياسات ضمن رؤية ولي العهد 2030، وهي سياسة الوقاية خير من العلاج، والتي تمثلت بتكثيف الإجراءات الاحترازية الاستباقية والتأكيد على أن صحة الإنسان أولا، وتوفير اللقاح الآمن والمعتمد دوليا في وقت قياسي وتوفيره للمواطنين والمقيمين، مما جعل المملكة العربية السعودية من أفضل دول العالم في مواجهة جائحة كورونا.